as love, deeper than any ocean. Once there was a love filled with such emotion, it was yours and mine. To keep for a lifetime. Then you went away on that lonely day. Once there was a love, now I don't know how I can go on. Somehow I feel deeper than any ocean. Once there was a love filled with such emotion, it was yours and mine. البشاعه البشاعه هتكون ايه غير روح؟ روح في جسد ده نسيتوا الخطايا، ده نسيتوا الخطايا، ده نسيتوا الخطايا، ده نسيتوا الخطايا. انا مجنونه والجنون كل يوم بيكبر في احشائي زي النباتات الضارة ما بتكبر في الأرض النجسة. النهار والليل بيجروا ورا بعض وعمر الواحد منهم ما بيحصل التاني. هيفضلوا نهار وليل دايما دايما. لو اتكلم البي من باريس، أنا عند مدام فيكتوريا الخياطة، ابي حاولي المكالمة هناك. حاضر يا هاني. هتفضل حياتي عبارة عن صور مهزوزة في مرايات بتدور.
مفيش لزوم تستناني. بصير مدام. That will never come again. So let's not pretend. Once there was love, but that was long ago. انت زي الملاك الطيب اللي بيزور جهنم عشان ينشر الطهر بين سكانها. احيانا بشوفك طفل ابيض بعيون مخنوقه بيعزف انغام حلوه على شاطئ نزواتي. يا ترى دي حقيقه ولا حلم طفولتي؟ انتي اللي لا دي ولا الملكات. اقول ايه؟ نفرتيتي؟ كليوباترا؟ أما بقى محضرالك حتة هدية تحسدك عليها الملكات. كأن هو ورجالي وكأن السنين دي كلها يوم واحد والذكريات بنت امبارح. Thank you.
عمر، عمر ليل ونهار يا حبيبي، ليل ونهار عمر. مش معقول، يمكن من كتر ما تمنيت انه يرجع لي رجع لي فعلا. اسمك ايه؟ عمرك كام؟ اقول لك على شرط. شرط ايه؟ نفس الحلم، نفس الميعاد، زي ما يكون القمر ناوي لي على الشر. ابعدي عنك الافكار اللي زي دي يا حبيبتي. مش عارفه وانا بين ايديه، حسيت ان عمر هو اللي معايا وان حبي اللي مات لسه عايش. انا بتعذب يا فيكتوريا، بتعذب بتعذب. انتي ملكة، والملكة لوحدها لها الحق انها تهدي المتعة اللذيذة والموت اللذيذ. أنا عبدة، عبدة للقمر.
انتي ما تعرفيش القمر بيعمل فيا ايه كل ما بيبقى بدر. بيحولني الحيوان عطشان، بنسى كل حاجة في الدنيا إلا الجوع اللي في جسمي. على فين؟ نفسي أمشي وحدي، نفسي أمشي 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 عندهمش أهل، شايفة؟ مفيش بقلوبهم رحمة. الثروة لو يسيبوه يعيش، الدنيا مليانة مجرمين. لو يسيبوه يعيش. يعيش؟ مين اللي له نفس يعيش؟ اللي زي يخسر ايه لو يموت؟ يموت يموت ليه؟ ستني يا عمر، ليه ستني الاحزان وعار؟ Thank you.
أي خدمة؟ أما مش معقول، الدنيا صغيرة بشكل. ليلتها في اللونا بارك كنت عاملة زي الملكة. وحواليكي كل الأقمار اللي في الدنيا. انت اللي زودتها شوية وانت بتبصلي. كنت جميلة لدرجة اني تمنيت اني اموت. وجاي تعمل ايه دلوقت؟ انا جاي من طرف الدكتور انور. يظهر ان سامي بيه عايز سواق. سامي، في شاب بعته لنا الدكتور انور. ايوه يا حبيبي، سرعه وكلمني عنه وخليه يدخل. اتفضل. ولا سيما ان شركتنا تعتزم انشاء خط جوي يربط بين عواصم افريقيا. تفضل. اختمي الرساله يا هدى وتفضلوا الى اخره الى اخر. الدكتور انور عزيز علينا، وصاني عليك. يكفيك 300 ليره في الشهر مع الاكل والنوم. اي حاجه ما دام تسمح لي بالمذاكره بالليل. ما عنديش مانع. الدكتور انور قال لي انك بتدرس حقوق، اسمح لك بثلاث اربع ساعات اللي يلزموك يا عمر. عمر. طيب يا عمر، مادموازيل عايدة خطيبتي وتقدر تعتبر كل طلباتها أوامر وكأنها صادرة مني. ألو. من هنا الفيلا اللي قدامك دي. تبقى تتكرم وتنزل تفتح لنا الباب، ده المفروض. أنا متأسف يا سامي بيه. الأوضة بتاعتك جنب الجراج. أنت السواق الجديد اللي قال عليه أخويا؟ وحضرتك بقى عرفت ازاي؟ باين عليك. مادام باين عليا ابقى انا السواق. انا متأسفة، ما كانش قصدي اجرحك. انت اسمك ايه؟ عمر. وانا اسمي جولييت، زي البنت الغلبانه اللي حبها روميو. دادي اختار لي الاسم ده من كتر اعجابه بشكسبير. افتكر ان جولييت عمرها ما قتلت عصفور، بالعكس العصافير كانت بتيجي تاكل من ايديها.
بس السيد مش ممنوع. كل الناس بتصطاد، كل الناس بتقتل، وبتخترع كل يوم أسلحة جديدة للدمار. النهاردة يوم تاريخي، بس مع الأسف الناس اللي بيحتفلوا فيه زيي قليلين. الإنسان بطبيعته بيفتكر الأفراح وبيحاول ينسى الأحزان. انت عايدة، سامي دايما في سيرتي. ده شرف كبير ليا ان اتعرف على حضرتك. من كلام سامي حاولت ارسم لك صوره في خيالي، لكن الحقيقه طلعتي اجمل. كانك سيمفونيه من سيمفونيات بيتهوفن. من هنا ورايح تقدري تقولي لي بابا صادق. بين 6 و9 أغسطس 1945 اترمت قنبلة ذرية على هيروشيما وقنبلة على ناجازاكي. قنبلتين أبادوا أكثر من 130,000 شخص في أقل من 5 دقائق، ولحد النهاردة الإنسانية لسه بتدفع ثمن العار ده. لحد إمتى؟ فين ينتهي الجنون؟ وإمتى؟ امتى يبتدي السلام؟ مدمازيل عايده، الظاهر اني نمت شويه. متاسف. لا يا عمر، انا هقعد جنبك، ده مكاني لما نكون لوحدنا. وكمان بلاش مدمازيل دي، تقدر تقولي عايده، طبعا مش قدام ثاني. الظاهر انك بترهق نفسك زياده عن اللزوم، وجاتني اخبار انك بتسهر للفجر. افتكر ان دي الطريقه الوحيده علشان الواحد ينجح ويكون لنفسه مركز. وليه اخترت المحاماه؟ علشان انتقم لابويا. مش فاهمه. والدي كان ضحيه
من ضحايا الظلم. كان فقير ما معهوش اتعاب محامي. كان بيشتغل موظف في بنك، وفي يوم من الايام اكتشفوا سرقه في البنك واتهموا ابويا بسرقه المبلغ. كانت تلفيقه، خطه رسمها مدير البنك عشان يلبس ابويا التهم وفي نفس الوقت يسرق منه والدتي. لما عرف ابويا ان امي بتطلب الطلاق انتحر، ومن يومها وانا عايش على امل واحد، ادافع عن الغلابه اللي لسوء حظهم مش قادرين يدافعوا عن كرامتهم. دلوقتي فهمت. فهمتي ايه؟ حاجات كتير. عمر، أنا مبسوطة اللي حكيت لي كل ده، ومن هنا ورايح تقدر تعتبرني صديق. أفتكر دلوقتي لازم نروح نجيب سامي بيه. امتى هتفهم انك لما تشوفني لازم تنزل وتفتح لي الباب؟ دي اخر مره هقولها لك. سامي، مالك عصبي كده النهارده؟ ارجوك يا حبيبتي ما تتدخليش في المسائل دي. اتفضل. سامحيني يا حبيبتي، أنا اليومين دول عايش على أعصابي، اجتماعات ما بتخلص. بحبك. وأنا كمان، كل مناية إن أقدر أساعدك في يوم الأيام. شيء جميل يا متر. مش عايز تفهم انك لسه سواق ولازم تبص قدامك؟ لما نوصل تاخد حاجاتك وتمشي. ليه عملت كده يا سامي؟ ما يصحش برضه. اسكت انت، ده ما ينفعش. بس دي مش لهجة اتكلم بيها الناس. قلت لك اسكتي، لازم يعرف حدوده. رايحة فين؟ سامي. عايدة، 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 عايدة. عمر، 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 عمر سامحني، كانت الغلطة غلطتي. أنا اللي بصيت الأول في المراية. هو من الأول قصده زلني. عمر، إيه رأيك ناكل سوا؟ Thank you.
أرجوك فهمني، يمكن مش هتصدق لو أقولك إني ما بحبش راجل يلمسني. ما تحكمش عليا بسرعة، أنا كده من زمان، كان عمري 10 سنين كنت في الجنينة بقطف شوية ورد الماما، مرة واحدة لقيت جوز أمي قدامي هجم عليا زي الوحش زي الوحش. كانت حاجة مخيفة مقرفة، ومن يوميها ولمسة أي راجل ترعبني. سر ما كنتش حب أقولهولك، بس يهمني تعرف ظروفي وتقدرها. أجسامنا مدن وإحنا الليل في الشوارع. Come again, so let's not pretend. Once there was a love, but that was long ago. تصبح على خير يا عمر. عمري ما حسيت اني مبسوطة زي الليلة دي. يا عايدة، أنا عمر. عايدة، أنا عمر يا عايدة. مالك يا عمر؟ في حاجة؟ لا يا عمر، لا لا يا عمر سيبني عمر، لا
عمر. لا لا يا عمر، مش معقول. عمر لا، سيبني. لا أرجوك، لا لا يا عمر، لا لا يا عمر، سيبني. انت مجنون؟ تعبت، مش قادرة. كان لازم اعمل كده. ايه دي؟ ضوافري؟ توجعك؟ حبيت اثبت لك انها مجرد عقدة. كان سببها جوز امي. قول انك بتحبني. بحبك. ليل ونهار يا حبيبتي. بحبك ليل ونهار يا حبيبتي. نهار وليل يا حبيبي، بحب. صباح الخير يا بي. صباح الخير يا رضا. بونجور بابا. بونجور سامي. إلا قول لي يا سامي، من مدة ما شفناش عايدة، إيه حكايتها؟ عيانة؟ لا أبدا، شوية سوء تفاهم. يبقى إديني نمرة تليفونها وسيب الباقي عليا.
بكره هعزمها على العشاء. روح انت دلوقتي وما تحملش هم. بونجور سامي. بونجور جيجي. سامي انت بقالك 3 أيام من غير سواق، اما فين عمر؟ طردت. شايفك بتصطادي اليومين دول، ايه حكايتك؟ عرفت ان سامي طرد عمر؟ عمر؟ ايوه. ويبقى مين سي عمر ده؟ السواق اللي كان عند سامي. ده انسان مدهش يا دادي، علمني ابكي كل ما اصطاد عصفور. تبكي كل ما تصطادي عصفور؟ اهو ده انسان يستحق الواحد يعرفه. خلاص قول لي سامي رجعه تاني الشغل عشان خاطري يا دادي. كلمتك ما تنزلش الارض. حاضر يا ستي. ميرسي يا دادي. مالك يا عمر؟ سؤال خطر في بالي بحاول الاقي له رد. ليه انت مش مبسوط معايا؟ عارف انك في يوم من الايام هتسيبيني علشانه. صحيح انت عبيط، من هنا ورايح هسميك حبيبي العبيط. عايده. هتعملي ايه لو في يوم فكر يرجع لك؟ احنا دلوقتي مع بعض، اللي لادي ملكنا. بحبك. الو، انا مين؟ بونجور بابا صادق. ايه المفاجأة اللطيفة دي؟ لا ابدا ما كنتش نايمة، كنت بستريح. اذا كنا وحشناكي قد ما وحشتينا. ايه رأيك تشرفينا الليلة دي على العشاء؟ خلاص مش معقول ارفض لك طلب زي ده. عن إذنكم بنوي دادي. بنوي. 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 بنوي ثانية. بنوي شيري. عايدة يا بنتي، سامي غلط في حقك، بس على رأي المثل رب ضارة نافعة. ايه رأيك ناخدها من أسرها ونجوزكم؟
ما تنسيش ميعادنا بكره يا حبيبتي. خلاص اتفقنا. تصبحي على خير يا روح. تصبح على خير يا سامي. عمر انت لسه ما خلصتش مذاكرة؟ انت شارب؟ مش كفاية عليكي راجل واحد الليلة دي؟ خليني احس انك بتحبني. خليني احس انك بتحبني. عايدة، انتي مش قلتي ان كل حاجة بينك وبينه انتهت؟ رجعتي له ليه؟ سامي ملوش اي اعتبار في نظري. عايزك ليا، ليا لوحدي، لوحدي. سامي طلب يتجوزني وانا قبلت. انت ايه؟ قبلت. وانا واحنا مفيش حاجه هتتغير بالنسبه لنا، هنفضل نحب بعض كده بكل بساطه. ليه؟ مكاني مين؟ عمر اسمعني كويس، من سنين وانا بعرف سامي، من سنين وانا عايشة على امل واحد، ان انتقم من الفقر والتعاسة اللي عرفتهم وانا صغيرة. يعني حبنا كان خرافة؟ كنت بتكذبي عليا طول الوقت. انت الوحيد اللي عمري ما كذبت عليك، هفضل دايما جنبك وهحقق لك كل احلامك. احلامي؟ مين انت بتتكلمي عن احلامي؟ كلبة. تعرفي اسمها ايه الست اللي بتبيع نفسها؟ عمر عمر هو جولي. هاي بتعملي ايه هنا؟ معلش يا عمر سامي طيب بس عصبي شوية وطول عمره طبعه غريب. بابا كلمه في الموضوع وقبل انك ترجع تاني، ومن بكره تقدر تستلم شغلك. عمر من بكره ترجع تعيش معانا. ماليش نفس اخدم حد. كنت فاكره انك بتشتغل عشان تقدر تكمل دراستك في الجامعه. هو يعني مفيش شغل غير عند اخوكي؟ عمر
افرض اني طلبت منك انك ترجع عشان خاطري انا. تعرف اسمها ايه الست اللي بتبيع نفسها؟ كملتي حياتي ونورتي بيتك. بابا حاطط لنا المرايه دي هنا وبيقول ببشاعه. ببشاعه هتكون ايه غير روح؟ روح في جسد. نسيتوا الخطايا، نسيتوا الخطايا. لما بفكر ان في عشاق حبوا بعض قبلنا والنهارده نايمين في هدوء تحت، يا ترى لسه بيحبوا بعض بعد الموت كمان؟ هو ده اللي بيسموه خلود الحب. تو باس تو لاس. كل العشاق بتبوظ بعد هنا. مين عارف لو كانوا صحيح عشاق؟ هو في عشاق في الدنيا؟ في بس اكاذيب وتهريج وكوميديا. عشاق العشاق زي المهرجين، بيلعبوا دورهم والستاره تنزل وكل واحد بيروح من جهه غرباء على طريق الحياه. انت ليه متشائم كده؟ دي الحياة حلوة.
قادر تمشي. Love. Now I don't know how.
ايه رايك في ايه؟ تاخدي ربع وتقولي لي تفكري فين. That will never come again. So let's not pretend. Once there was a love, but that was long ago. ايه اللي بتعمليه ده؟ ازاي تيجي هنا في وقت زي ده؟ بيلعبوا بوكر. مش هيخلصوا قبل الفجر. عندنا وقت. تعال تعال تعال. اسمعي، اللي بنعمله ده غلط. احنا مش لازم نشوف بعض بعد كده. بحبك بحبك. ارجوكي تفهمي يا عايده، انا لا يمكن اقبل الوضع ده. انا بحبك. يمكن من الصعب تفهمي كلامي وتعرفي قد ايه انا بحبك. احنا لازم نفترق عن بعض. انا محتاجالك، محتاجة لكل حاجة فيك. وأنا مخلوقة علشانك. امبارح ندمت. عارفة يعني إيه ندمت؟ لازم ابعد عنك، لازم ابعد عن البيت ده واختفي من حياتك. هاخد معايا كل احلامي. قلت للسواق حضر عربيه. سمعتوا الحكايه دي؟ في واحده ست من الموجودين هنا عند السواق بتاعي في الاوضه. ايه رايكم لو نروح نشوف مين الست دي؟ ها عباط الدين. يا 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 ريت تقتلني. الموت ارحم من اني اعيش محرومه منك. اقتلني. سامي جاي. اهو ده اللي انا كنت خايف منه. اهرب من الباب وراني. يلا. اي
أمال فين ضيوفك؟ مشوا؟ ولا تحت السرير؟ الله، ساعتك بتلبس بكعب عالي ولا ايه؟ بتاعت مين الجزمة دي؟ أنا بسألك بتاعت مين الجزمة دي؟ بتاعت مين الجزمة دي؟ بتاعتي أنا يا ثاني. أنا اللي جيت له بإرادتي. خلاص مش هنقدر نخبي يا عمر. أنا وعمر بنحب بعض واتفقنا الليلة دي نتجوز. كنت أحب أقول لكم مبروك، بس لازم نشوف رأي بابا. جيجي بعد إذنك، عمر توصلنا للنادي، ده آخر طلب هطلبه منك. We'll go to have fun, Dean. Yeah. ليه عملت كده؟ عشان ما اشوفش في البيت ده قذارة زي اللي شفتها للادي. على مهلك، اقف هنا. درس عمرك ما هتنساه. علشان تعرف الخدامين بيجرى لهم ايه لما بيبصوا البنات اسيادهم. شمباني. ايه رايك في شهر العسل ده؟ شامباني كمان؟ شامباني؟ Ha 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 ha
جولييت كنت فاكر انك تتجوز اختي بالسهولة دي ابعدوا عنه لو حد قرب له هقتله حتى انت يا سامي جولييت هات البنديه دي وامشي على البيت تعال يا سامي انا هربيك انت وهو انا هربيك انت وهو لا انت اختي ولا هربك لا انت اختي ولا هربك لا انت اختي ولا هربك اعملوا فيك ايه؟ اعملوا فيك ايه يا حبيبي؟ ناخده عندي البيت احسن ما تتحركش احنا فين؟ عند عادل هو اللي خلاني اخلص منهم كتر خيره زمانه جاي ومع الدكتور كل اللي حصل بسببي كنت اتصور اي حاجه الا ان سامي يعمل كده انا استاهل بدفع الثمن جاية تعملي ايه؟ مش كفاية اللي حصل؟ احب اقولك ان انا وعمر هنتجوز ما تخلينيش اندم على اني ما قلتش الحقيقة لسامي بس اخويا يستاهل واحدة من عينتك سيبينا في حالنا مستنية ايه؟ انتي ما سمعتيش؟ مش همشي من هنا قبل ما اكلمه جولييت سيبيها شوية عمر جيت اشوفك عشان عارفة ان دي اخر مرة سامحني على كل حاجة دادي أرجوك أرجوك يا دادي افهمني أنت الوحيد اللي يهمني رأيه عمر ما حاولش يغريني زي ما سامي بيفتكر أنا اللي حبيته وانا اللي عايزه اتجوزه Thank you.
اليوم ده كان بالنسبة لي بداية طريق الآلام. ويا ريت الآلام وبس، عرفت معنى الخوف كمان لما اكتشفت تأثير الليالي القمرية على كياني. كل شهر وفي نفس الميعاد والقمر بدر، كان جسمي بيتحول لحيوان مفترس جعان مشتاق للحب. ليه بتعذبني كل العذاب ده؟ مشتاق لعمر. عمر تعال تعال. مشتاق للحب، مشتاق لعمر، لكل عمر في الدنيا. ومن وقت للتاني كنت بدوب منوم لساني في الشامبانيا. بار لبار ومن بيت لبيت اتعرفت على فيكتوريا. كانت فاتحة بيتها للستات الطبقة الراقية اللي بيدوروا على مغامرات جديدة. علمتني حاجات كتير، علمتني حافظ على تقاليد الوسط اللي أنا عايشة فيه والبس قناع عشان أنقذ المظاهر. بونسوار يا حبيبتي، شغلتينا عليكي. بقالنا 3 أسابيع من غير ما نشوفك. تريتي دو بسيكاناليز دو سيغموند فرويد. La vie est l'œuvre de Sigmund Freud. Pas mal du tout.
فرويد بقى أكتر وأكتر واقعية في الأيام دي المليانة بالعواصف الجنسية. أنا بحب قوي كتاب De l'amour de Stendhal. أنا مكسوفة. مكسوفة من نفسي. عايدة. اطمني. هتشوفيني. هتشوفيني قريب. كلها يومين والقمر الملعون يكبر ويبقى بدر ويكبر معاه المرض اللي بياكل فيا ويخليني مش قادره افرق بين المتعه والعذاب. عايزه واحد شبه عمر. شبه عمر. شبه عمر. شبه عمر. شبه عمر. شبه عمر. البشاعة روح. روح في جسد. دنسته الخطايا. صباح الخير يا هانم. البيه رجع من باريس. انا انسانة قذرة. ملوثة. ما استاهلش جوزي الطيب. وبيتي النظيف. الفستان اللي انا لابساه ده. ستارة. تحتها كل الخطايا. كنت بحلم باليوم لا ارجع واشوفك فيه. وحشتيني قوي. قد ايه انت طيب. باريس وحشة من غيرك. كنت ضايع.
إلى الرجل الذي لم أعد جديرة باسمه. الوساخة ما بقلهاش مكان في جسمي، لازم أغسلها، لازم أطهر نفسي بالمية والحديد والنار. الو الو عمر، حبيت اسمع صوتك للمره الاخيره. عايده عايده، الو ليل ونهار يا حبيبتي. عمر ما بلهاش مكان في جسمي، لازم اغسلها، لازم اطهر نفسي بالميه والحديد والنار. سامحني يا رب، سامحني، انت اديتني الجسد الطاهر وانا لطخته، انت وهبتني الروح الصافية وانا علمتها الضلال. سامحني، ساعدني على التخلص من الخطايا، واسمح لي أطهر نفسي بالمية والحديد والنار. نفسي أرجع للنبع الصافي، نفسي أرجع للنبع الصافي تاني، نفسي أرجع طفلة بريئة. يا رب خلي غفرانك أكبر من ذنوبي. عايدة عايدة
أرجع لطفولتي البريئة ولو للحظة.